يلا توكلنا على الله. المظهر الكويس في الشغلانه بتاعتنا دي اساسي، وخاصه لما يكون عندنا شغل خارجي. كل ما يكون مظهرك كويس كل ما الناس ما هتحترمك. مظهرك تمام اي حد هيتكلم معاك هيقول لك يا استاذ، حتى لو ما بتعرفش تفك الخط. مظهرك مش ولا بد، اي حد هيتكلم معاك هيقول لك يا اسطى، حتى لو معاك اعلى الشهادات. طب انا كده تمام؟ ماشي الحال، وان شاء الله هبقى احسن من كده برضه. الشغل الخارجي بتاعنا مهم قوي، احنا بنصور افراح كبيره وافراح على قد الحال، وانا خصوصا ما بحبش اقول للرزق لا، وفي احيان كتير الرزق بتاع الفرح اللي على قد بيبقى اكتر من الفرح الكبير المفشوخ على الاخر. الناس اللي على قد حالهم بتبقى ايديهم فرطه. احنا عندنا كمان اعياد ميلاد والسبوع، وبنصور مؤتمرات في وزارات وفنادق كبيره، ولما ربنا يحب يكرمنا بشغلانه حلوه بناخد مقاولة الفوتوغرافيا بتاعت فيلم من الأفلام. أفلام السيما؟ أيوة، عشان كده بحب أعمل لنفسي ولأي حد بشتغل معاه قيمة على قد ما أقدر، من غير ألاطة ولا نفخة كدابة، الاحترام وبس. لازم ناكل لقمة في أي حتة قبل ما نروح الفرح. ناكل؟ أيوة ناكل، ما أحبش أروح الفرح وأنا جعان. ايه ده يا عم اسناوي؟ ايه فرح؟ ده فرح؟ ايوه فرح. بقول لك ايه؟ تصرفاتك تكون مظبوطه على الاخر. الفرح ده ملغم. يعني ايه ملغم؟ رئيس الوزراء جاي والوزراء كلهم والفنانين واكابر البلد ورجال الاعمال، اسياد البلد كلهم هتشوفهم الليله. ومين ده كمان؟ الدكتور عزة الزغلول. ايه؟ الدكتور عزة الزغلول. مين عزة زغلول ده؟ راجل مهم. اسكت الوقت، اسكت. انت بتعمل ايه هنا يا ابني؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اكل عيش بقى يا كابتن. اول مره اشوف فرح بوزراء.
وانت لسه شفت حاجه يا ابني؟ ثم يعني الفرح اللي كنا فيه ده فرح عادي وفي زيه كتير. الوزراء برضو؟ ايوه الوزراء. الوزراء بقى موضه في الافراح الايام دي، وزي اصحاب الفرح ما بيتباهوا بالرقاصه والبند والمطرب، بقوا بيتباهوا بعدد الوزراء اللي بيحضروا افراحهم. عقبال فرحك كده. فرح انا في وزراء؟ ده انا كبير اعزم ظابط المرافق. بس قول لي يا عم اسناوي، الوزير اللي حضرتك شاورتلي عليه ده وقلتلي عزت زغلول، اشمعنى هو؟ اشمعنى هو يعني ايه؟ اشمعنى هو كان نافخ نفسه كده وكل الناس لازم تسلم عليه؟ اصله شغال مع الراجل الكبير. الراجل الكبير قوي قوي؟ ايوه. بيشتغل ايه؟ ما اعرفش شغال ايه بالظبط، لكن كل اللي اعرفه حسب السمع كده انه انه ودنه في بقه. طب نزلني هنا بقى يا عم اسناوي والنبي، لحسن انا شفت كتير قوي النهارده. بعد اذنك يا ريس. طيب مع السلامة. الله يسلمك. ده انت الفرح دوت لاحس دماغك. شوف عطوفة، لا اللي عايز بلاد بره بيرتاح في بلاد جوه، ولا اللي عايز بلاد جوه بيرتاح في بلاد بره. اعمل زيي واختار لك بلد وارضى بيها. وانت راضي عن نفسك وبلدك؟ مية مية، فضل وعدل. طب وانت ايه اللي مخليك راضي؟ عمرك شفت بني ادم زيي وزيك خلقه ربنا وهو بينزح بكابورت؟ طب عمرك رحت مقلب زباله وشفت الناس هناك وهي عايشه مع الخنازير؟ مفيش حاجه في الدنيا يا عاطف تخلي البني ادمين دول يستحملوا اللي هم فيه الا الرضا. واقول لك على حاجه كمان، لولا الرضا كانوا ولعوا في نفسيهم وولعوا في اي حد يشوفوه قدام عينيهم. يا عم عاطف احنا بنمد ايدنا للزبون، لو حط فيها اللي فيه القسمه بندعي له، ولو رجعها فاضيه بنتف عليه وبنقول اسفخس عليك سافي الورمه، بس في سرنا طبعا. وبعدين احنا لما بنتحبس بنغيب قد ايه عن الشغل؟ كبيره 48 ساعه لحد ما بنسمع افراج من النيابه. افراج؟ يعني مفيش تهمه؟ لا في طبعا تهمه وكل حاجه، بس هما بيزهقوا مننا. اصل هيحبسونا فين ويوكلونا منين؟ فبيخلصوا مننا بالافراج. يا عاطف الدنيا مش زي ما انت فاهم، بيضه مقشره. طب طالما كده احوالك مش مستقره ليه؟ ما هو ده بصراحه اللي انا جاي لك عشانه يا صاحبي. خير؟ بصراحه الرئيسه من ساعه ما تعبت وعرفت ان عندها القلب وهي احوالها ما بقتش مظبوطه، زاد وغطى البت اللي هربت ومحدش عارف لها طريق جره. طب ما تهرب، يعني هربت من الجنه؟ لا يا عاطف ما ينفعش، الرئيسه كانت بتحبها قوي وكانت معتبرها بنتها اللي ما خلفتهاش. البركه فيك انت، بقيت ابنها. انا مش ابنها، انا هبقى جوزها. ايه؟ شش. ايه في ايه يا عم الحاج؟ الله وش مخرب بيت اهلك يا رجب. الولاية على حسب ما شفتها ما تنفعش للجواز. ايه فرخ؟ لا يمكن. ما انا عارف انه لا يمكن، وهي عارفه ان انا عارف انه لا يمكن. طب يبقى لازمتها ايه الجواز؟ عايزين اورثها. وعندها ايه تورثه؟ هو ده بقى اللي انا لسه معرفتوش، وجاي لك بقى يا صاحبي عشان تقول لي اعمل ايه. تعمل ايه في ايه؟ طالما الموضوع كده يبقى توكل على الله ومش هتخسر. الوليه ممكن يبقى عندها تحويشه عمر حلوه، لو كانت من حظك ونصيبك هترفعك لفوق. مش عارف، انا خايف لكون الجوازه دي وراها حاجه تانيه. حاجه تانيه زي ايه يعني؟ اخرها تطلب منك تنام معاها، اضرب لها من قعيم البتاع اللي انت بتشربه ده على سجارتين حلوين واكبر بخاطرها. المواضيع دي خلاص انتهى امرها، مفيش الكلام ده. يبقى نيتها صافيه. وبعدين زي ما في جواز في طلاق. انا اعرف كتير زيك على فكره، اللي اتجوز كركوبه واللي اتجوز نعجه زي نعجتك. هو في حد يقول النعمه لا يا رجب؟ يعني انت شايف كده؟ شفت اهو الاذان قال كلمته.
حضرته. السلام عليكم. أهلا يا سيدنا. أهلا وسهلا. موجود يا سيدنا. في انتظار حضرتك. حالة البركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلاوتك يا اختي، ليه ان شاء الله شايفه الشقه فيها كام اوضه عشان كل واحده فيكم عايزه لها اوضه لوحدها؟ تكونش فاكريني ورده جزائريه. استحملوا بعض، استحملوا بعض لحد ما ربنا يوسعها علينا كلنا. مش هينفع ست نعناع. سبحان الله ولا اله الا الله. البت يا ست نعناع نسيت نفسها. لا، فوق نفسك يا مسخوطه انت، واعرفي انت جايه منين. لا يا حبيبتي، انا عارفه انا جايه منين وعايزه ارجع من مطرح ما جيت. بصراحه كده انا واخده على الوسع وبروح وبجح. والله ما في ابسع من الشوارع. لا 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 لا، مش قصور يا ام سيد. في ايه؟ تغلطي فيها ليه من غير ما تغلط فيكي؟ وبعدين انا مش فاهمه، ما كل واحده فيكم ليها شغلها، ولازم تستحملوا بعض ولازم تحبوا بعض. مبسوطه؟ ايوه يا ست نانا. انت مش مستريحه مع ام سيد في الاوضه ليه؟ صراحه ما بعرفش انام. ليه؟ دي بتشخر وهي نايمه. انا يا بنت بشخر؟ ولا انت اللي عامله زي انبوبه البوتاجاز المنفسه لما عملتيني؟ جرايه يا ولية ما تلم نفسك. لا 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 لا، المسخره دي ما تحصلش قدام عيني ابدا. ايه؟ انا عارفاه، انا عارفاه يوم الثلاث، يوم ما فيهوش شغل وبنقول يومه يعدي، انما عكنانه وعلى الصبح كمان. بقى اسمعي انت وهي، انا ما اقدرش استغنى عن اي واحده فيكم، لازم تستحملوا بعض وتحبوا بعض. ده نفرش لها في اي حته وتنامي يا ست. لا انا كفايه عليا كده ست نعناع. ام سعد عندها حق، كانت الاوضه ليها لوحدها وخلاص، اتعودت على كده. يعني ايه؟ يعني انا اخد بعضي وامشي احسن. مبسوطه؟ ايوه ست نعناع. استحملوا بعض عشان خاطري، معلش انا هفكر لك في حل صدقيني. طب ما تاخدي لها سكن يكون قريب يا ست، يعني اوضه كده فوق السطوح ولا حاجه، وهتبقى قريبه ولما تعوزيها اطلبيها ومنه تبقى براحتها. ايه رايك يا مبسوطه؟ اللي تشوفيه يا ست. طيب الحمد لله، اهو كده ربنا فك العقده من عنده. يبقى كده احنا مش ناقصنا غير مطرح قريب وامان. ام سيد تنزلي حالا تجيبي لي سمسار المنطقة وبسرعة. السلام عليكم يا حضرة العريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ ازيك يا معتمد يا ابني؟ ازيكم يا مشايخ؟ نعم الزواج ظهر على وشك يا اخي معتمد. الحمد لله رب العالمين. عقبال بقيت النعم يا اخي معتمد. عقبالك ان شاء الله. تشربوا ايه يا مشايخ؟ لا احنا ناجل موضوع الشرب ده لحد ما نمضي على العقد ان شاء الله. ليه يا سيدنا؟ هو العقد مش جاهز؟ العقد جاهز ومكتوب على قلم كاتبه، والاستاذ حسني هو اللي متولي الامر. الاستاذ حسني محامي كبير قوي، مش ناقص بقى غير على امضتك انت. طيب هو مش فضيلتك رجعت العقد؟ الحمد لله رجعنا عليه. طيب انا بمشيئة الله انا جاهز على الامضة. ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يبارك فيك. ايه مالك زي ما تكون زعلان؟ والله يا رشوان يا اخويا لو قلت لك اني مش زعلان أبقى كذاب. يعني الورشة دي أنا كنت بعيش فيها أكتر من بيتي. يعلم ربنا إن في ليالي كتير أوي كنت ببات فيها. يعني تقدر تقول في أغلب الأحيان إنها كانت بيتي وشغلي في نفس الوقت. يا سيدي ما راحتش بعيد. اللي عندك هو اللي عند إخوانك، واللي عند إخوانك هو اللي عندك برضه. على بركة الله.
توكلت على الله وربنا يبارك لك يا رشوان اخويا ويبارك لك في المطرح. اسمع من بقك ربنا ويوفقك في مسعاك الجديد ان شاء الله ويفتح لك الطريق ان شاء الله. طب ادينا خلصنا بقى بالموضوع العاد، يبقى ناقص ايه؟ البشرة. البشرة اللي اخوكم اعتمد. هو العقد وصل لسيدنا؟ بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. يعني هو نفضل ساكتين كده؟ مش هتسقينا طقم عناب كده ولا حاجة؟ لا ازاي، ده انا اجيب لحضرتك طقم كازوزة ساعة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مبروك يا ابني. الف مبروك، الف مبروك يا اخويا. يدوم الواجب. انا تحت الامر، طلبك ايه يا ست الكل؟ الامر لله وحده يا معلم حمدان. طبعا انت عارف انا بحب اعمل الخير. ربنا يديك وتدي غيرك يا رب. بس في السر وعلى طريقتي. كله عند الله مقبول. انا عندي بنت يتيمه وغلبانه وملهاش حد، عايزه لها مطرح محندق كده على قدها، بس ما يكونش بعيد عني، ولو بعيد عني قوي يكون بالكتير قوي 3 4 عمرات. قلت ايه يا معلم حمدان؟ كله موجود يا ست الكل، بس يعني هي سنها كام وظروفها ايه؟ يعني 20 سنه. اه فوق سنه تحت سنه. بس انت مالك ومال سنها؟ عشان الامور تبقى بسيطه، يعني عدم المؤاخذه، يعني هي تلميذه في مدرسه ولا كليه ولا معهد ولا عندها شغلان؟ لا هي بصراحه ما عندهاش شغل، بس بتوزق يعني من ورايا، والبيت دي غاليه عليا قوي، وزي ما انت شايف كده الشقه ما فيهاش مطرح. مش معقولها بقى بعمل خير وحنايمها في البلكونه ولا في المطبخ؟ طيب انت عايزه لها مطرح من بابه ولا ممكن تسكن مع حد؟ لا 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 يا معلم حمدان، كله للبهدله. ما هي لو كانت طالبه كنت شفت لها مطرح دلوقتي وحالا وكنت قلت لك الف مبروك. ولو كانت تلميذه بقى هتحل ازاي؟ بص حضرتك، على بعد نصيتين ثلاثه عماره الحاج عاشور الزنادي فيها دور كامل، فيه 3 شقق بيأجر كل اوضه لاتنين تلميذات. والتلميذات دول كلهم اغراب من المحافظات ومن الجماعه اللي فاتهم السكن في بيوت الطالبات. خلاص يا اخوي نعتبرها طالبه. ازاي بس يا ست نعناع، ما انت فاهمه اهل الطلبه دولت، كل واحده منهم عايزه تعرف بنتها قاعده في الاوضه مع مين وظروفها ايه ووضعها ايه، واكيد الحاج عاشور الزناتي مش هيوافق. بتقول يا معلم حمدان، امال انت بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا مستعديه ادفع لك 6 اشهر مقدم. طب انا هشوف وارد عليك، انا هعمل كل جهد عشان اقنع المعلم عاشور. مبسوطه مبسوطه؟ ايوه كروان. هاتي لي الشنطه بتاعتي من عندك. طيب. وهاتي لي شريطين يا شوق. طيب. منور يا معلم حمدان. ده نورك يا ست الطرب كله. الشنطة ست الكل. ايه رأيك؟ مش تلميذة؟ من حيث تلميذة، دي تلميذة ونص. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا معلم، 50 جنيه اهم. واعمل حسابك هتكون مبسوط على الآخر. مقبولين. هاتي الشنطة. وادي شريطين يا عم اهو، عشان تسمع وتستمخ. تسلمي يا أميرة. مالك يا ماما؟ يعني هيكون مالي؟ الأحوال مش على هوايا. اللي هي إيه؟ أخوكي شارد وماشي بدماغه، محدش عارف دماغه دي هتوديه على فين؟ معاكي حق، ده بيجي البيت كأنه ضيف، محدش فينا حتى بيلحق يشوفه. ما بيروحش يساعد أبويا غير بالمحايل. أختك كمان شكلها كده مش مرتاحة في عيشتها. محدش فينا غصب عليها يا ماما، هي اللي قالت موافقة. يا بنتي غصب عنها. ما ينفعش تستنى اكتر من كده من غير جواز. وانا قلتلك قبل كده البنات زي الفاكهه على الشجر، لازم تتقطف في اوانها وقبل اوانها كمان. ربنا يجعل بختك احسن من بختها. ماما انا عاوز اقولك على حاجه. خير يا بنتي؟ بس وعديني الاول وكلمه شرف منك، اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك، لا ابويا ولا عاطف ياخدوا خبر بيه. في يا بت خططيني؟ لا يا ماما لا والله ما تخافيش، مفيش حاجه يعني.
بس انا لو كنت غلطت بصي قولي لي انت غلطتي وما تخافيش انا هعرف اتصرف. في ايه؟ كشاف النور الجديد. ماله؟ اتكلم معايا. ايوه كلام نوعه ايه يعني؟ كلام يا ماما كلام يعني كلام اللي هو كلام الولاد مع البنات يعني. البنات ممكن تتكلم مع الولاد لكن هيقولوا ايه؟ يعني انت قلتي له ايه؟ هو قال لك ايه؟ يا ماما ده كان كلام على الطاير. بس انت عارفه انا مش بعرف اخبي حاجه عنك. عايز منك ايه؟ عاوز يقابلني بره. هيا يا ماما. استغفر الله العظيم يا رب. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. من 26 سنة يعني والزمن كان غير الزمن. ابوكي طلب مني نفس الطلب، كان عايز يقابلني بره وانا وافقت. مش معقول اللي انا عملته من 26 سنة همنعك منه. بس المهم انتي تكوني زيي وهو يكون زي ابوكي، يكون الشرف تلتكم وشايفينه قدام عينكم. قابلتي ابويا فين يا ماما؟ اياميها كانت امبابة ورود الفرج، هي قروبة بتاعت الصعيد. انا وابوكي اصلا من الصعيد والغربة هي اللي جمعتنا. يعني رحنا على كوبري امبابة تمشينا في وسط الناس في النور. فين كوبري امبابة ده؟ انتي معذورة يا بنتي، تعرفي منين؟ بس والله ما انا عارفه، هو الكوبري اتغير ولا زي ما هو على حاله. شيل الصور اللي على جنب دي لغايه ما نبقى نعدمها. نعدمها ليه يا حاج؟ مش قد كده. حاضر نعدمها. واعمل حسابك من اول اسبوع الجاي تفضي نفسك تماما. صبح ولا ليل؟ صبح وليل، كل يوم حسب الظروف. جالنا فيلم سيما هنعمل الفوتوغرافيا بتاعتك. طب بعد اذن حضرتك انا كان عندي فيلم كنت مصور حاجه بالكاميرا بتاعتي وكنت عايز يعني. ماله الفيلم ده؟ عايز حضرتك تطبعه لي وتحمطه لي بعد اذنك. صورته فين؟ في الفرح. من غير اذن مني؟ يا حاج كان في مليون واحد بيصور في الفرح. دول عاملين زي حراميه الغسيل. الفرح انا متفق عليه رسمي. طب حضرتك اعتبرني زي حرامي الغسيل وحمض لي الفيلم. ماشي، دي آخر مرة تتصرف كده من غير ما تاخد إذن مني. يعني بتاكل وانت ساكت؟ تسلم يدك. بس كده؟ الحمد لله الاكل حلو وقلتلك تسلم يدك. هقول لك ايه تاني؟ اياك يعني يكون فاكرني مستنيه اسمع غنيه عن جمال الاكل وطعمته. انت عاوزه انور؟ عايز اعرف انت ساكت ليه؟ احنا من يوم ما اتجوزنا وده اول يوم احس زي ما تكون كده شايل حمل تقيل على قلبك. عارفة نوارة يعني الأيام كلها مش زي بعض، وأنا النهاردة يومي ما كانش حلو. لك من غيري تشكيله همك. مفيش. خلاص يبقى قولي إيه اللي معكر مزاجك بدل ما إحنا قاعدين بناكل كأننا بناكل في جنازة ميت. أصلاً أنا النهاردة بعت الورشة. إيه؟ قول إنك بتهزر. الكلام ده فيهوش هزار يا نوار. وعزة وجلالة الله، انا من الاول خالص وانا قلبي حاسس ان في حاجه وراك مستخبيه. بعت الورشه ليه يا معتمد؟ عجبتك اوضه النوم والتكييف اللي دوشته جابت لي صداع؟ حد في الدنيا يبيع رزقه يا راجل؟
بدل ما تعملي لي مندبه لازم تعرفي حاجه نوارة، الدنيا دي مش على حال واحد، والورشه ملهاش عزل. ليه؟ لك شغلانه تانية انا ما اعلمش بيها؟ ايه بقيت فني قنابل ذريه بدل ما انت فني تكييف؟ بعدين تعالى هنا، انت ازاي تبيع الورشه من غير ما تقولي؟ هقولك ليه؟ بصفتي مراتك، شريكة حياتك، ولا انت فاكر الجواز غسيل وطبيخ ونوم على السرير وخلاص؟ انا عايز اعرف انت ليه محدش عارف لك اول من اخر؟ ايه اللي انت دفن جواك بالظبط؟ عايزه تعرفي ايه المدفون جوايا؟ ايوه وده من حقي. المدفون جوايا كله خير، اقسم بالله العلي العظيم كله خير. وما هو خير مخبيه ليه؟ كاتم عليه وصرر ليه؟ حد في الدنيا يخبي الخير برضه؟ اصلا انا نوره كنت عايز اعمل لك مفاجاه. ايه مفاجاه؟ بعت للورشه مفاجاه؟ الورشه ملهاش لازمه وانا مش موجود فيها. انا الحمد لله جالي عقد عمل في السعوديه. ايه عقد عمل في السعوديه؟ بمشيئه الله سبحانه وتعالى. جرى ايه يا معتمد؟ غمضت عينيك وفتحتها لقيت عقد السعوديه في ايدك؟ انت فاكرني ايه واحده ما عندهاش مخ؟ انا مش مرتبه، انا بني ادمه. نواره نوره انت مش شايفه ان طريقه الكلام مع جوزك بالطريقه دي لا تصح ولا تجوز؟ مين اللي بشوفه منك يا اخويا ومن عمايلك السودا يا راجل؟ ده اي خدامه بتخدم في البيوت بتبقى عارفه البيت فيه ايه. ايش حال ده انا مراتك يا نوره؟ حكايه عقد العمل بتاع السعوديه شغاله من قبل حتى ما اتجوزك، انا بس اللي كنت ساكت لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يا مصيبتي هو انا هحسدك يا راجل؟ وبعدين تعالى هنا، لما جنبك يسافر السعودية أنا وضعي هيكون إيه؟ حاسبني في الشقة العريانة دي اللي فيها جهاز تكييف وما فيهاش تلفزيون، ولا حتوديني بيت أبويا أستنى جنبك في الزيارات؟ يا نورة أنت معايا، ده أنا حتى ما ينفعش أسافر إلا وأنت معايا، أنا ما ينفعش حتى أسيبك مع أي حد حتى أهلك. إحنا في إيه ولا في إيه؟ وبعدين مين قالك إن أنا عايز أسافر السعودية؟ مش عايز أسافر السعودية ليه يا نورة؟ عشان حاجات كتير، حر موت. دي كلها تكييف يا نوره. كرهتني في التكييف، مش هسافر له برجلي السعوديه. اسمع يا معتمد، انا واحده اتربيت طول عمري بين الناس والجيران والزيطه. كل يوم الصبح كنت بصحى على بياع الفول وهو بينادي، وبياع انابيب البوتاجاز وهو بيدق على الانابيب، وباحمد وهو بينادي على القوطه والخيار. مش هسافر السعوديه عشان اتحبس في اوضه مع جهاز تكييف وراجل وحتى ما لقيش شارع امشي فيه. اهو ده الكلام الفاضي بقى اللي ملوش لازمه. لا فاضي ولا مليان. بص يا ابن الناس، اعمل اللي في دماغك وانا هعمل اللي في دماغي. تعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يا حسره؟ هم الولايه اللي زي حيلتهم ايه غير انهم يرجعوا بيت اهاليهم والحسره جواهم تتوازن بالميزان. يا عقل يا نواره. ايه عقل انت يا معتمد؟ واحدة غيرك تفرح. مفيش واحدة عالة تقبل بالحل المالي اللي انت معايشني فيه ده. اللي بتعمليه ده انا ورا ما يرضيش ربنا ولا اي حد من اهلك. والله لو اهلي ما رضيوش يبقى الامر لله في الاول والاخر. طب مش هتخرجي يا نوارة؟ ما تحطش الجاز على الولع المعتمد وتولعها نار احسن تلاتة بالله العظيم. اما بنت في بيت امي وابويا الليله دي هعتبر نفسي في سجن، ولو ما اخرج منه لا يمكن ارجع له تاني ابدا. طب بجملة يا نوارة عشان تعرفي بقى كل حاجة، الشقة دي ملهاش عازل وبإذن الله مسافرين السعودية ومش هنقعد فيها. ها؟ ماشي يا بنت الحلوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت راكبة دماغك بقى. أنت فاكرة نفسك متجوزة مين؟ الكلمة اللي تسمعيها مني ردك عليها السمع والطاعة. أنا مش ذكر وز بالذات على الفاضي. خش جوه نوره. مش هيحصل يا اسطى. هي كلمة وملهاش تاني يا بنت الحلواني. يمين طلاق تلاتة. لو خرجت من باب البيت ده ما انت داخلاه تاني.
العادي بالظبط. يا فندم حتى لو اتاخرت انا بقدر ظروف حضرتك. وانا جاي افتكرت مساله مهمه المفروض كنت اسالك عليها. تحب تشرب يا فندم؟ اه مظبوط. خير يا فندم؟ عندك جواز سفر؟ الحقيقه لا، لسه ما عملتش جواز. ازاي ما يكونش عندك جواز سفر؟ جواز السفر ده زيه زي البطاقه الشخصيه، لازم يكون مع الواحد. يا ست اللي هو حضرتك عارف كل حاجه، الظروف ما كانتش تسمح، وبعدين ما كانش له ضروره. دلوقتي بقى له 20 ضروره. طبيعه العمل في الشركه فيها سفر كتير. من بكره ان شاء الله هعمل جواز سفر، وزي ما حضرتك عارف انا اللي عندي جيش ولا دياوله، وزي ما بسمع كده جواز السفر ده بيطلع في يومين بالكتير. ومحتاج تحضر الاوراق المطلوبه. تجهز في 24 ساعه فعلا. يا ريت، عشان عندي سفريه اسبانيا وعاوزك تكون معايا. هو حضرتك مسافر تبع الشغل؟ لا فسحه، وبالمره تحتفل بنجاحك ونعمل اجراءات الشركه هناك. طب ونعمل اجراءات الشركه في اسبانيا ليه يا فندم؟ من حقك تفهم كل حاجه. وواجبي ومصلحتي ان افهمك كل حاجه. الشركه الام هتكون موجوده في جزر الكيمن عشان ما حدش يعرف هي ملك مين. والشركه اللي هتكون في مصر اللي انا قلت لك عليها اللي هي البحار السبعه هتكون مملوكه للشركه بتاعت جزر الكيمن. اللي محدش يقدر يعرف صاحبها مين. برافو عليك. انت هتكون عارف كل حاجه باعتبارك رئيس مجلس الاداره والامين على مصالحي ومصالحك في نفس الوقت. واضح؟ واضح جدا. واذا ربنا اكرمنا ممكن نتوسع والشركه تبقى 2 و3 و4 وكل شركه تبقى ملكه للشركه اللي بعديها. لا اسمح لي بقى يا فندم، ده شغل هندسه. موافق. شكرا. طب حس كده بقى يا فندم، يبقى ناقص شويه توضيح. بخصوص؟ بخصوصي انا؟ باعتبارك رئيس مجلس الاداره؟ ايوه. يا ريت بقى حضرتك تفهمني ايه هي اختصاصات رئيس مجلس الاداره بالظبط؟ عدم المؤاخذه يا فندم، ده اول شغلانه ليا في حياتي. اقول لك. الشركه بقت فيها فلوس كتير. فلوس كتير. بقى كده رجب، الموضوع ده يخصني انا لوحدي. لو لقيتني مش عارف اسد ايدك معايا، لو لقيتني حلو وماسك نفسي اتفرج بس. طب ولو غير كده يبقى ايدك معايا. ماشي. عارف انا مستني اليوم ده من امتى؟ من يوم ما صلطت ابن بتاع الطعميه عشان يعاكس اختي عشان تختبر اخلاقها. يا غبي. عيب يا عاطف، عيب يا عاطف، ده انا جوز اختك مش كده؟ لا انا اقول لك ايه العيب. العيب ان انت ما تصونش الامانه. نوره كانت امانه عندك. في راجل يسيب مراته تنزل في نصاص الليالي في الشارع؟ انت اختك اللي ركبت دماغها عاطف. ما انت تلاقيك فرستها، مصلك حيوان. انت كان لازم تعرف انت مناسب مين. أنا اتولدت في بيت وتربيت تحت سقف، بس تلات أرباع عمري في الشارع، رجلي على الأرض وراسي للسما. فيها بقى ماشي يا عاطف، وحياة أمي ماشي يا عاطف. جايب لي بلطجي؟ ماشي ماشي.